العقوبات الداخلية داخل النادينا، احنا اصلا على بنجنا كل الناس جت على عليهم، كل الناس اللي اشتركت في المشكلة كانت بتحاول تحمي زميلهم، لان كان فيه هجوم على الولد جامد جدا جدا جدا. يعني ما فيش غلط يذكر عندنا خالص، لدرجه الناس معظم الناس اللي اتعاقبت كانت بتحوش. اللي اتعاقب مثلا ابراهيم الجمال رد فعل، استحاله حد يشتم والدته بالالفاظ دي، صعب ان العيب ما يردش يعني. بس هي اللي حصل ان الفيديو مش مطلع صوت اللي شتمه، وهو لما راح شتم الحكم كان سمع. بس كتير، مبلغ كبير على ابراهيم الجمال بصراحه يعني. احمد اسماعيل رفع كرسي ما لمس بيه حد، ده من الازازه اللي كان بيتحدف على في الملعب، واعتقد ان هو كان بيحمي نفسه يعني. بس انما ما عندناش اي اخطاء، بالعكس احنا اولا احنا كجهاز قمنا بدور كبير جدا في ان احنا نحوش الناس مع بعضها، وكل لعيبه البنج اللي عندنا اللي هم اتخصم منهم مبالغ قليله كده مش عارف ايه، نزلوا الملعب علشان يعني مودي الجرحي لو ما وقفش وائل بدر كانت مصيبه. مش عارف مين مسك حاتم يعني لا انا شايف العقوبات تقيله، يعني عقوبات تقيله احنا ما نستاهلهاش، ما نستاهلش نتنقل عندنا ماتش. بالعكس اداره النادي الاهلي عملت شغل كويس جدا، والماتش ما فيش واحد من الموجودين حتى لو حصل زياده تسبب في مشكله، فبالتالي احنا ما نستاهلش ان احنا نتنقل من عندنا ماتش اصلا يعني. انما لازم اللي غلط يتحاسب، مش لازم نوازن يعني، مش لازم نوازن عشان نادي الزمالك حصل عنده غلط كبير يبقى احنا لازم النادي الاهلي كمان يتعاقب عشان يبقى عاقبنا اهلي وزمالك. ده فيها توازن يعني، عندنا فيديو وعندنا ستاتستيك وعندنا جهاز فني بنجتمع، فبنبقى كل واحد فينا بيقول المشاكل كانت فين بالظبط، فبنبدا نحط عليها برنامج السايكل اللي بعده. ومن خلال زي ما قلت لك كده، ده النهارده التمرين الرابع، بنبدا كل يوم بناخد حاجه، فان شاء الله ان شاء الله يعني الدنيا تبقى كمان احسن باذن الله. هو بريشر عادي يعني، البريشر اوفر، احنا الحمد لله يعني عندنا فرقه كويسه بفضل الله، بنشكر النادي الاهلي. وانا عايز اشكر بالاخص عشان نسيت اشكره قبل كده، الكابتن عادل القيعي. معظم الصفقات اللي حصلت يعني موضوع ايهاب امين، انا اول ما كلمت كابتن محمود الخطيب قال لي كلم عادلي، كابتن عادلي في تلت ساعه كان اتفق مع نادي سبورتنج. ان الناس ما تعرفوش بقى ان علشان نخلص عقده، كان الكلام ده في العيد الكبير تقريبا، الكابتن عادلي تقريبا ما عيدش لان خلص عقده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الساحل، فكان على طول. فاحنا تعبنا جدا الكابتن عادلي في موضوع الجيش، كابتن عادلي وكابتن خالد مرتجي تعبوا جدا في المواضيع اللي هو الولدين بتوع الجيش. في موضوع الولد الصغير ده نقله، اللي اسمه عبد الله بتاع ده نقله، ده طارق الجنام الجديد، حاجه بشكر برضو كابتن عادلي اقنع الكابتن الخطيب، وبدانا نتحرك الحمد لله يعني مع اسامه ابو زيد وكده، استاذ اسامه ابو زيد، والدنيا اتحسن يعني، خلصنا الموضوع. فلازم اذكر يعني كابتن عادلي بكده. فاحنا عندنا فرقه، بس المنافسه في الباسكت قويه. النادي الاهلي احنا مالناش غير هو رقم واحد، رقم كل البطولات ما فيهاش هزار. انما كنا احنا مثلا بفضل الله يعني تلاقي ناس كتير ترغي بقى مع فرقه جامده، فرقه لا ما فرقه جامده، تلاقي في اصابات في كذا في كذا في كذا. انما احنا لو ما جبناش ولا واحد السنه دي، لو ما غيرناش الفرقه وصغرنا، ما توفقناش يعني وصغرنا السن، وي 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 برضه هنلعب على كل البطولات، احنا النادي الاهلي. فمش محتاج الايه البريشر الزياده على اللاعبين والجهاز دي، بس انا بشوف ان هي دي التحديات الاوفر يعني، لان الكتر البريشر ده مش كويس، لان في فرق تانية يعني تستحق الاحترام، والجيمات كلها في الملعب يعني، مش مفيش حاجه وان سايد جيم، جيمات صعبه يعني. على فكره انا برضو وانا بكلمكم نسيت الكابتن رؤوف، لان اصل الناس دي تعبت. لا انا بكلمك في الصفقات، واللي عمل الفرقه كان صعب جدا السنه دي، لان غيرنا سبعه. فبرضو كابتن رؤوف مع كابتن عادلي يعني كانت الدنيا يعني، لقينا مجهود وجهد لازم يشكروا عليه يعني. جمهور الاهلي جمهور كبير وعارف، واحنا مفتقدينه جدا جدا جدا،
وعارف كويس قوي ان ده دي مجرد مباراه، يعني هي بطوله خاصه خلصت، وان هي طبعا كانت فيها خروج مغلوب. وفي نفس الوقت انا بقول نادي الزمالك هارد لاك، وكان ماتش توقيته صعب لان كان الفرقتين بقى لهم 21 يوم بره ما بيلعبوش، فهارد لاك نادي الزمالك، والحمد لله ان احنا يعني في دور الثمانيه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بوعد جمهور نادي الاهلي ومجلس ادارته ان احنا بنبذل كل الجهد يعني.